بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا غسالة توشيبا العربي، بنغير لها 10 كيلو، بنغير لها ايه 10 12، هي بنغير لها الجير بوكس. ادي الجير بوكس اللي قديم طلعناه ومعانا الجديد. تعالوا بقى اوريكم ايه المشكلة اللي انا عايز، الملحوظة اللي عايز اقولها لكم. بص يا شباب، الجير بوكس القديم اللي هو الاصلي بتاع الشركة، القلسين بتاعه، القلسين بتاع العمود اهو، بص معدولة، هو ده الصح بتاعه. كل الجير بوكس الجديد اللي موجود في السوق، القلسين راكب مقلوب، يعني القلسين ده هيخزن ميه، والسوسته اللي جوه السوسته الصلب تقوم ايه تصدي وتتقطم، وبعد كده ميه تنزل برده تحت. طبعا ده مشكلته التروس باظت، ميه نزلت على التروس، ميه نزلت من هنا من القلسين ده على التروس، بوظت التروس. لكن ده مثلا عمره ممكن 6 سنين 7 سنين او 5 سنين. انا بتكلم على كل القلسينات الجديده، كل اللسون الجديد بيكونوا حاطينه مقلوب، معرفش لحكمة التغيير، يعني ما يكملش سنتين ويغير ولا ايه الفكرة؟ ليه حاطين اللسون مقلوبة؟ واضح اهو في الفيديو انه مقلوبة، مقلوب. انما ده الصح بتاع اللسون، ان يكون مكفي، ما يبقاش التجويف بتاعه فوق زي ده. انا بقول النصيحة دي، اللي يقدر يقلب اللسون يفكه ويقلبه ماشي، ما قدرتش اعلموا المعلومه وصلت. الرسيم باين اهو جوه يا جماعه، سوسته اهي بتلمح هناك تحت اهي. ممكن تجيب لي مفك يا محمد اشاور بيه، فك صغير. بص يا شباب، انا بتكلم على السوسته اللي تحت المفك هنا. بصوا تحت هنا اهوت، في سوسته، ده رابر اهوت، وتحتيه سوسته صلب ماسكه الايه الكاوتشه ديت، زنقها على العمود عشان ما فيش ميه تنزل. اما ده دي هنا كده، دي هتخزن ميه والصدى هيمسك فيها. ده الصح بتاعه هو مقلوب اهوت، يعني ده عدليته السليمه، انما ده مقلوب، يعني ده كده يعتبر مقلوب، انما ده العدليه السليمه ان يكون مكفي، السوسته ما تخزنش الميه. هنا السوسته هتخزن ميه على السوسته، هنا مش هيخزن ميه على السوسته. مجرد فكره حبيت اقولها لكم.